السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. بإذن الله مكملين مع وعدينا رحلة سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهاردة هنتكلم عن حبر الأمة، هنتكلم عن ترجمان القرآن. النهاردة هنتكلم يا جماعة عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ترجمان القرآن. سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام قبل ما يتولد سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا محمد بشر والدته قال لها انك حامل في غلام ليس كاي غلام، قال لها ان هي حامل في غلام هيكون غلام عليم، هيكون غلام عالم من العلماء. وفعلا لما ولدت أمه سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام شال سيدنا عبد الله بن عباس وهو لسه طفل صغير وباسه ودعاله، وإذا بسيدنا عبد الله بن عباس يكبر يوم بعد يوم يوم بعد يوم، وكان بيقف جنب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وهو بيصلي، مفيش آية نزلت إلا وهو بيسأل فيها نزلت إمتى وفي مين ونزلت في أنه مكان، كل آية لازم يعرف معناها ونزلت في مين ونزلت في أنه مكان ونزلت إمتى كل آية. في مرة من الأيام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان بيصلي وجا سيدنا عبد الله بن عباس وقف جنب منه، وقف على يساره على شماله، وقف يصلي جنب منه على شماله، فسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام أخده كده وجابه على اليمين، فاستحى سيدنا عبد الله بن عباس، استحى اتحرك، راح رجع ورا شوية. فسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعد ما خلص الصلاة قال له يا غلام ما الذي دفعك لذلك؟ ليه رجعت؟ قال له استحيت يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، استحى ان هو يقف جنب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فرجع لورا شوية. سيدنا عبد الله بن عباس لما مات سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان عنده كم سنة؟ كان عنده 13 سنة. في مرة من المرات قبل ما سيدنا محمد يموت عليه أفضل الصلاة والسلام جاله قال له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. بص سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول لسيدنا عبد الله بن عباس وهو طفل صغير 9 سنين 7 سنين 8 سنين بيقول له الكلام ده. سيدنا عبد الله بن عباس بسم الله ما شاء الله كان ذكائه وكان فهمه كان استوعابه عالي جدا، ده ترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه. لما مات سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيروح للصحابة، يروح للصحابي ده ويروح للصحابي ده ويروح للصحابي ده، بيمر على كل الصحابة ياخد من ده حديث وياخد من ده معلومة، ويروح لستنا عائشة وياخد من ده كلمة وياخد من ده سؤال، لغاية لما هو في يوم من الأيام كانوا هما الصحابة هما اللي بيقولوا عشان يتعلموا منه، من كتر العلم بتاعه كانت الصحابة هي اللي بتجيله عشان تتعلم منه، كان بالليل قائم لليل، يقوم الليل كله وهو واقف بيصلي وبالنهار صايم رضي الله عنه وارضاه. مرة في ذات المرات كان مسافر على الدبة بتاعته فجاله واحد قال له يا عبد الله يا ابن عباس مات ولدك، فنزل من على الدبة بتاعته وراح واقف مصلي ركعتين، قال له قد فعلنا ما أمرنا الله به فاستعينوا بالصبر والصلاة، فاستعينوا بالصبر والصلاة رضي الله عنه وارضاه. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمرة من المرات سيدنا عبد الله بن عباس بيخطب الجمعة بآيات من سورة النور بيفسر
سورة النور، آيات من سورة النور، فواحد من الصحابة أو من التابعين سمعه وهو بيفسر. بعد ما خلصت الخطبة قال والله لو سمع هذا الكلام الفرس والروم والترك لأسلموا جميعا. أي حد يسمع الكلام ده يسلم فورا. كان فصيح عالم من العلماء، حبر الأمة، ترجمان القرآن. تخيل ترجمان القرآن اللي عارف كلمة كلمة في القرآن وهو بيفسر القرآن كما أنزل على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومين يعرف يفسر زي سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه؟ عشان كده الإمام علي بن أبي طالب بعته للخوارج، بعته ل8000 واحد من الخوارج، قعد يتكلم معهم في 8000 واحد، وكل ما يسألوه على سؤال يجاوب، كل ما يسألوه على سؤال يجاوب، كل ما يسألوه على سؤال يجاوب. كم من ال 8000 دول اتراجع؟ 4000 واحد اتراجع في القعدة دي من الخوارج رضي الله عنه وارضاه. انه من انه عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن عباس في اخر ايامه بصره راح، فقد بصره، وصبر وتحمل سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه لما مات والصحابة شايلينه رايحين يدفنوه وهم على شفير القبر، قبل ما يضعوا جثته في القبر وهم على القبر رأوا طير. الصحابة بتقول لك شفنا طير ما شفناش زيه أبدا، نزل في القبر مع سيدنا عبد الله بن عباس، نزل معاه في القبر وهم واقفين في القبر بعد ما ردموا عليه القبر وهم واقفين. فإذا بهم يسمعوا القرآن، سمعوا آية من القرآن، وبيقول لك محدش فينا خالص كان بيقرأ قرآن في اللحظة دي وسمعنا القرآن. ماذا سمعوا؟ ما كانت هذه الآية؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وكده مات سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه، موسوعة في العلم، عالم في القرآن، يعني ترجمان القرآن. مفيش تفسير زي تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه. ان شاء الله بإذن الله مكملين مع بعضنا رحلة سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله بإذن الله بإذن الله اما تخلص سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هنخش يا جماعة في قصص جديد، قصص ما قد مضى، يعني هنتكلموا عن قصص حاجات عدت. هنتكلموا عن برسيسة وبلعام ابن عوراء، هنتكلموا عن غلام الأخدود، عن التلاتة والصخرة، هنتكلموا عن قصص جميلة جدا ان شاء الله بإذن الله بإذن الله. وياريت ياريت لو حضرتك بتتفرج وما بيوصلكش الفيديوهات او ما بيوصلكش اشعار تفعل الجرس عشان يوصلك الاشعار ان شاء الله بإذن الله. ربنا ينفعنا باللي احنا بنسمعه واللي احنا بنعرفه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك. اللهم احشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين، واحشرنا مع الصحابة الكرام يا رب العالمين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.